وامسحوا بؤوسكم وارجلكم في قاعة حفص وفي قاعة ارجلكم، بس احنا خلينا في قاعة حفص. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. من يلخص لنا اراء الفقهاء في مسح الراس؟ اراء الفقهاء في مسح الراس، تفضل. توجيه الشافعية معروف أن الباء للتضعيف، واستدلوا بما يقابلها من لغة العرب، شربت بماء البحر أي شربت منه. فعند الشافعية الباء للتضعيف، فهنا يكفي بعض الرأس. يبقى عند الشافعية يكفي بعض مسح بعض الرأس لأنهم اعتبروا الباء للتضعيف. وعند المالكية اعتبروا أن الباء للتوكيد او للتأكيد، لتأكيد المسح، فقالوا وامسحوا برؤوسكم، فقالوا بمسح جميع الرأس. هذا التوجيه. وايضا نظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مر صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كاملة، فمن رآه مسح الرأس كاملة فسر الآية بمسح جميع الرأس، ومن رآه مضة مسح بعض الرأس فسر الآية بمسح بعض الرأس، ومن رآه مضة مسح ربع الرأس فسر الآية بالتطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النقطة بقى، أنت قلت الباء للتبعيض عند الشافعية فالمسح إلى بعض الرأس، والباء للتأكيد أو التوكيد عند المالكية فالمسح لجميع الرأس. طب الربع دي الباء دي بتاع إيه؟ الأربع رأس الباء دي لإيه؟ يعني إيه الملاصقة؟ كيف يتسق مع ربع الرأس؟ هم قالوا في التفسير اللغوي الباء فعلا للإلصاق، لكن فهمها ما معنى الإلصاق؟ الباء للإلصاق، قالوا معنى الإلصاق أن الباء إذا دخلت على الآلة تعم المحل، وإذا دخلت على المحل تعم الآلة. نشرحها لي بقى برضه عشان فيكم ناس فاهمة كويس وناس محتاجة برضه نقرب لها المسألة. الباء إذا دخلت على الآلة تعم المحل، وإذا دخلت على المحل تعم الآلة. محل الرأس الممسوح الرأس، وآلة المسح اليد. أنا هأضرب لكم مثلا إلى المكتب واليد. محل المسح المكتب، آلة المسح اليد. لو أنت قلت مسحت المكتب بيدي، مسحت المكتب، المفعول اللي هيتمسح مفعول ايه؟ مكتب. الباقي ده داخل على ايه؟ على الآلة. مسحت المكتبة بيدي، مسحت المكتبة بيدي، يبقى هنا الباء دخلت على
ثلاثة من المحل بمقدار ربع. فوجد أن الجد من الرأس المقدار إيه؟ الربع. والآن والباب هنا دخلت على المحل فهي تعم الإيه؟ لأنها تمسحه بسكر ومسحه بسكر. قلب بسكر. فدخول الباب على الرأس جعل المسح لمقدار إيه؟ الآلة. فمن فصل الباب بالطبعين وهو الشافعية قالوا بعد الرأس، ومن فصل الباب بالزيادة قال بالمالكية قالوا جميع الرأس، ومن فصاها بالإنصار قال بعض الرأس. وكان سيدنا عمر بن عزيز يقول: وددت أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لكان على الناس مشقة وفي اختلافهم سعة. طب أنت تاخد بإيه؟ أنا أقول لك حاجة. حد مرة كده من الأساتذة اللي عنده وحي عالي أو في الفقه قال: خذ في الوضوء بأكملها فيمكن أن تسيرها في النقض على أيصالها. إزاي؟ ما تضلش بقى تلم الرخص تاخد عند الشافعية، تاخد بص عند الشافعية. هنا قال لك مثلا بعد الرأس لما تيجي في نواقض الوضوء لبس المرأة أي لبس بنية بدون نية بقصد بدون قصد يبقى ما تروحش تاخد لي مسح الرأس من عند الشافعية وتاخد لي النقض من عند الأحناف وعمال تلم تتبع الرخص يقول لي إيه المزاج. فأنت لما تتوضا ما تمسح كل الرأس، ثم بعد ذلك وأنت طالع تصلي لو أنت حد أبلغ قال سلم عليك خد على الأقل بإيه؟ برأي المالكية أنه إذا لم يقصد اللذة ولم يجدها يبقى يمكن أن تسير بيسر في الإيه؟ في النقض. فإذا سرت في الأداء على الأكمل يمكن ان تسير بالنقض على الايه؟ على الايسر ويبقى عندك متسع مش عامل لك تتبع نقص كل. عشان كده قال لي: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق بحسبها وامسحوا برؤوسكم. ارجلكم دي لاحظ بقى حصلت القران والجمله فيه ارجلكم منصوبه ليه؟ أكمل لك بس، لأنها عطف على المغسول وليس على الممسوح، لأنها عطف على المغسول وليس على الممسوح. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ولرجل مع المغسول. طب ليه ما قدمهاش وقالوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم؟ قال لك هذا من قال فيه بوجوب الترتيب استدل بتأخير الأرجل، أن لو لم يكن الترتيب فرضا او واجبا لجمع المغسوله لجمع المنصوبه كلها ثم اتى. فكونه يؤخر ارجلكم المنصوبه يؤخرها على هذا، كونه يؤخرها دليل على ان الترتيب فرض، فهي معطوفه على المغسول وليس على الايه؟ على الممسوح. طيب قائد من قال وارجلكم بالكسر؟ هنا بعضهم قال عطف على دية بس مش عشان تمسح، حتى لا تبالغ مبالغة غير طبيعية في الغسل. لاحظ واحد يجي حاطط رجله تحت العنفية يجي نص ساعة بالإسعاف، فعايز يقول لك لا الحق نفسك لأنك أقرب منك إلى المسح منك إلى الغسل، فما تبالغش تخيل أصابع الرجلين مطلوب، لكن ما تقعدش حاطط لي رجلك ربع ساعة. وبعضهم بيحمل ذلك على المجاوره، يعني تقول في حاجه اسمها الجر على المجاوره، دي ممكن نبقى بعد ذلك ايه نشرحها في محاضرات اخرى. انما احنا مع قائد حفص انها على المغسول، وان التاخير هنا للترتيب، وان التاخير هنا